سالي كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى احسن ما يرام. اليوم رجعت لكم بواحد الفيديو جديده، واللي هي فيديو الصراحه الموضوع ديالها مهم بزاف، واللي عمري ما شاركته معكم، اي عمري ما هضرت لكم عليه كاع بصفه نهائيه. اليوم جيتكم واحد الفيديو جديد ديال روتيني اثناء الدوره الشهريه، واللي هو الصراحه ماشي شي حاجه اللي حشومه، بالعكس شي حاجه اللي عاديه، مادام انا دايره القناه الا باش تستافدوا مني ونستافد منكم. من هذا الفيديو البنات غادي نوريكم كيفاش دوزوا الاسبوع ديالكم ولا الايام اللي كتجيكم الدوره الشهريه، احسن اسبوع اللي غتبقاو غير مع راسكم، غادي تعتنيو براسكم وغتهلاو في راسكم والمزاج ديالكم غيولي طالع. كما شفتوا بعدا اول حاجه بديت نهاري هكا شديت التليفون، صراحه ما كانش فيه شي وجع النيه، حيت اليوم نهار ثالث، دونك انا صراحه نهار ثالث ما كيكونش فيه الوجع قاز، لكن الايام الاولى كيكون شويه صعيب. صافي هنا لقيتوني كنهضر هكا ابيل مع صاحبتي، من موراها نتغسلت وجهي بيان سيغ وحكيت سنيناتي عادي تفطر. والله الا بنات الصراحه ما نكذبش عليكم، بقيت ماما هي اللي وجدت لي الفطور. شفتوا الفطير ديالي اليوم زوين بزاف البنات الصراحه، ملي تكون فيكم دوره شهريه ديما كلوا هكا شي حاجه اللي تجيكم في كانتكم. اومليت فيه دادان فيمي والفرماج وكرواسون شوكولا جو دوران، صراحه راه ما مزيانش تشربوا ملي يكون فيكم لي غاكل، لكن انا البنات كانت في بحال شكل واحد السخفه، صافي تشهيت شي حاجه بارده. القهوه واتاي ما كنحملهمش ملي كيكونوا فيها لي غاكل. بالنسبه لهذا الخبيز هذا البنات راه خبيز فيه القمح والبلبلات الشعير وزريعه الكتان والزنجلان، ومقرص هكا بالزريعه ديال القرعه والشوفان والزريعه الكحله، ومخمر البنات بالخميره البلديه. هذا الخبيز البنات راه زوين الناس اللي عندهم فقر الدم، نقص في الحديد وحتى الجهاز الهضمي، صراحه البنات زوين ضروري يكون عندكم هذا دائما في الدار يكون واجد. ايوا هنايا البنات من بعد ما ساليت صافي الفطور كنجمع هكا البيض، ماشي شي جميع، كندير غير الكوفر صافي. وعطرت الفراش ديالي بهذا ديال الريتوالز، خطيره البنات، راه واحد الريحه فيها البنات راه ما غيعرفوها غير الناس اللي عندهم. ودابا البنات غنبداو بالموضوع ديالنا. كما شفتوا اول حاجه نشارك معكم هي اولويز، كل وحده تاخذ نوعيه اللي كتوافقها. انا الصراحه البنات كاع النوعيات كيوافقوني، معمري زعما ما لقيت شي مشكل في شي نوعيه، ولكن اللي بغيت نقول لكم هي في الايام الاولى ديما خذوا الحجم الطويل. وثاني حاجه واللي حتى هي واحد النقطه مهمه، اي بنت في البيت ديالها خص يكون عندها واحد التيغوار مخصصه النظافه الشخصيه، دونك التيغوار هذا دائما خص يكون فيه اولويز فيه لي غازوار لو جيلانتي، مهم اي حاجه كتخص بالنظافه الشخصيه. دابا غادي نهضروا على الاحجام، وكل حجم يعني عنده الايام ديالو اللي ممكن نستعملوه. كما كتعرفوا اول حجم هو الحجم الطويل، دونك هذا الحجم هذا كنستعملوه في الثلاث ايام الاولى كتكون الدوره الشهريه بشكل كبير. عاد كندوز الحجم اللي كيكون متوسط اللي هو كنبقاو نستعملو حتى كتمشي من الدوره الشهريه، واللي هو هذا ما بقاش ندير بنات السميه، ولكن كنظن بلي حتى هادي من اولويز. فبالنسبه لبنات لهاد الاحجام انا عارفه بلي بزاف البنات منكم غادي يكونوا كيعرفوه، ولكن ما نساوش بلي يقدر هاد الفيديو تفرجوا فيه بنيات اللي يلاه جاتهم الدوره الشهريه ما عارفينش هكا كيفرقوا تاخذوا دائما الحجم المتوسط ولا دائما الحجم الطويل. داكشي علاش كنضروا نهضر على هاد النقطه، حيت شفت انا الصراحه شحال هادي ما كنتش كنعرف، كنت غير كناخذ وصافي كنمشي. دابا غادي ندوزو مي كتسالي من الدوره الشهريه من بعد للبنات كيلزمنا واحد الاوساخ، دونك ماشي كتسالي صافي كتحبس، كيبقى واحد الافرازات. احسن نستعملوا هاد الفوطات اليوميه حيت فريمون البنات كينفعوا بزاف 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 بزاف، واخا انا الصراحه راه ما كنرتاحش ليهم، ولكن في الاواخر ديال الدوره كنديرهم بزز عليا حيت ما كاينلاش نديرو هكا اولويز. هادو البنات زوينين وكينفعوا ودائما كناخذ ديال كير فري. وصافي كبيدات، دونك هذا مكان، وهادشي الصراحه اللي حاطه في التيغواغ هذا. ودابا كبيدات بيان سو غادي ندوز ونضربوها بواحد التدويشه خفيفه، ماشي ديما راكم عارفين السيمانه ديال لي غاكل ما يمكنش نبقاو موسخين، ضروري خصنا نعتنيو بلوكور ديالنا. ما فيها باس الا خديتو واحد الدوش هكا تسخنوا عضيماتكم، ولكن ما تغسلوش غير الشعر ديالكم، غسلوا غير لوكور ديالكم، نقيو غير لحمكم، وما تعطلوش بيان سيغ في الدوش بزاف. كما شفتوا لي برودوي لي غادي نستعمل، لو جيل دوش ايف روشي ولا كريم هيدراتون ديال لوكور، ولي برودوي ديال ريتوالز. كما كتعرفوني كنحماق على هاد لا مارك البنات، خديت لا موس ديالها ولا كريم هيدراتون ديالها، انا خديت هاد المقيبط باش نجمع بيه شعري كما عرفتش ما جيتش نغسل شعري، وكوماج غادي نديرو في الدوش بالزربه اللوجيه ديالي. وصافي كبيدات هادو هما لي برودوي الصراحه اللي تيحمقوني وريحتهم ريحه النقاوه. اجي نوجدو الحويجات ديال من مورا التدويشه. اول حاجه البنات اللي غنهضر لكم عليها الملابس الداخليه يكونوا قطن، كي دوره كي بلا دوره دائما الملابس الداخليه يكونوا قطن. هنا حطيت اولويز الحجم الطويل، كما قلت لكم انا اليوم نهار الثالث ليا. ومسك الطهاره البنات، شوفوا البنات مسك الطهاره ديما براسكم نقيين، حيت فريمون ريحه المسك الطهاره ما تتحيدش نهائيا من لوكور، خصوصا الا درتو في الملابس الداخليه
قبط لا، وكنستعمل البنات هاد البيو اويل هذا على ود الشراطي. حاليا البنات زاد الوزن ديالي الصراحه بزاف، ولاو عندي البنات شويه مزوقات عفتو صافي عقدوني، وانا ناخذ هذا من الباغا فارماسي. البنات اللي مجربين يقولوا لي كي جاهم واش عطاهم شي ريزولتا. هنا كبيدات جبت الحويجات ديالي اللي غادي نلبس لتحت دوني. هادو البنات دائما كناخذ هاد لي زونطومبل هذا، عندي منهم الاشكال والانواع. كيجي معهم حتى هاد السليب هذا اللي كيكون بحال شكل شورت، هذا نصحكم تلبسوه في الدوره، غادي يشد لكم البنات اللي باز ديالكم لداخل، غادي يثبت لكم البنات الحفاضه باش هكا ما تخرج لكمش الدوره. راكم عارفين في الايام الاولى كتكون مجهده. دونك فوالا كبيدات، هذا هو اللباس ديالي للداخل. ودابا غادي نجبدوا البيجامه. حاولوا ما امكن تلبسوا اي حاجه سخونه عندكم، كونوا سخيخنين يطفيو لكم عظيماتكم، وشي بيجامه تكون زوينه طلع لكم مورال. انا البنات البيجامات عشق لا ينتهي، تخيلوا معيش هاد البيجامات عندي. ودابا كنقول باللي ما عنديش حتى فريمون، كنبغي نشوف دائما عندي بيجامات بزاف كزوينين تتلبسهم تتحسوا براسكم نقيات. وصافي البنات، جبت هنا البانطوفل هادو ديالي، وغادي ندخل نضرب بواحد التدويشه وغادي نرجع لكم ديك الساعه من بعد. بعد ما خرجت من الدوش لبست بيجامتي ودهنت لي كريم، غادي ندوز دابا نعتني بشعري. راكم شفتوا ما غسلتوش، ما غاديش نخليه هكا، غادي ندي ليه بعدا اول حاجه السيروم ديال ياسيل. ياسيل هذا خطير 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 بزاف، ريحه اللي فيها البنات ريحه النقاء، واحد الريحه زوينه تتبقى ليا في الشعر. وغادي تشوفوني البنات تقريبا نص الصيف وانا كنستعملو، ما بقيتش كنبدلو نهائيا، مع بدلو لومبالاج جبت كومونديت لومبالاج جديد، حتى السيروم ديالي الاخر قرب يتسالى ليا. صراحه هذا البنات زوينه، عرفتوا اللي عندها الشعر جاف، اللي عندها الشعر متضرر، في بزاف ديال لي بوينت بغات تعالجو، ما عليها غير بهذا السيروم. وكاينه لا غام كامله، غير دابا ما غسلت شعري فما درت الشامبو. لكن عرفتوا البنات ملي كتغسلوا شعركم وكديروا شامبو كديروا كاع لي زيتاب، تتبقى فيكم الريحه خطيره. خديت البروز ديالي ديال ديسونج، خديتها البنات من مرجان، بقات لي زوينه بزاف. تقريبا الثمن ديالها كان شي 189 درهم، لكن البنات والله الا كنت حاقره حتى مولفه واحد البروز كانت عندي. ايوا صافي، هنا لقيت ملي كنشرب اختي شويه ديال الماء، عاد غنكملوا المشيط، عاد غنديروا البارفان يا لاله ديال الشعر ديال ياسيل، ريحه العود ريحه النقاء كتبقى لكم في شعركم. غادينا البنات مواد طبيعيه، ما فيهم لا سولفات لا كولورون لا حتى حاجه، فريمون طبيعيين. غادي تلقاو في صندوق الوصف فين ندوزوا الطلبيه ديالكم الا بغيتوا تاخذوهم، وراه ما غاديش تندموا. وهنا البنات طفرت شعري بيان سور، الطفيره هي احسن حاجه، كيبقى لكم شعركم مجموع. ودابا غادي ندوز نعتني بالبشره ديالي، ما غاديش ندير شي عنايه كبيره، غادي ندير غير ايدغاتاسيون. اول حاجه هاد لا كريم ديال كونتور ديزيو ديال سيرافي، هادي البنات غير مرطب وصافي، يعني ما كتحيد لا هالات سوداء لا حتى شي حاجه، غير كترطبوا بها الكونتور دي زيو. وعاد هنايا خديت ليدغاتون ديال سيرافي، هذا خفيف على البشره بزاف، ما نصحكمش ديروا شي حاجه ثقيله، خصوصا كاين بلاد اللي كينوض لهم الحبوب ولا لابو ديالهم كتولي مزيته في الدوره، احسن ديروا غير شي ليدغاتون هكا خفيف ترطبوا به البشره ديالكم. ما نساوش رطبوا حتى الشفايف ديالنا، انا كندير هذا ديال كارماكس، كاين كارماكس كاين فازلين كاين لابيلو، بزاف كاينين زوينين. وغندير شويه البينيتين ديال بينيفيت، نعالجوا شويه ديك الصفوره. وغندير هنا البارفان فالونتينو، صراحه ما عنديش مع ريحه بزاف، ولكن قلت علاش لا ما نديرهاش هكا غير نبدلوا الجو. ايوا صافي، غنشرب الماء، اهم حاجه نركز لكم عليه هي الماء البنات. خد ما حاولتوا تشربوا شربوا، انا عندي هنا دي فيها جوج لتر خصني نشربها في النهار، كتنفعكم بزاف وكتخليكم هكا تعرفوا شنو كتشربوا. دابا البنات ما غاديش نرجع للناس، ما حد باقى فيا واحد لينيرجي، ما غاديش نضيعها في الناس. جبت البيسي ديالي، جبت لاجوندا ديالي، وكنقيت شي حويجات خاصني كما قلت لكم فيديو اللي قبل، ان شاء الله قريب الى كتاب غادي ندير واحد المشروع. دونك خدام عليه الصراحه هاد الايام. ومهم شويه هكا كنقلب كنشوف السلعه، كنقلب هكا في بزاف ديال المواقع، كنشوف كل موقع شحال اللي فغيزون، فشويه مشطون هاد الايام. المهم اللي عندها شي قرايه تجبدها، اللي عندها شي حاجه هكا زوينه كتاخد فيها راحتها تجبدها، تلاها في شي حاجه، غير ما تخليوش لينيرجي نيجاتيف تلعب عليكم في هاد الوقيته هادي. وهنايا البنات بيان سور قبل ما نحسب الوجه، خديت هنا القرفه، انا البنات هي اللي كتوافقني، هي في النهار الاول كنشرب لي كالمون، صراحه ما نكذبش عليكم كيكون عندي الوجع قاسح بزاف. المهم هنايا خديت القرفه، راكم عارفين الطريقه ديالها، وكندير فيها جوج معالقات ديال العسل الحر، لكن حملش نشربها هكاك مسوسه كتجيني باسله. صافي كنشرب هكاك سخونه، عرفتوا البنات القرفه راه هاد قبطله كتحيد لكم الوجع، خصوصا الا كان فيكم داك الوجع ما بين وبين، اما الا كان فيكم شي وجع قاسح فهاديك الساعه كتبقى الكره عندكم. غير هي انا ما نصحكمش تاخذوا لي كالمون، واخا انا كناخذهم، وبعد ما البنات كتوصل بيا المرحله حتى كنمشي
يعني السبيطار كندير البرا حيت فريمون كتجيني قاصحه وكتجيني خايبه. بصراحه هاد الايام المهم علاش كتجيني يعني بين وبين صافي البنات. انا تكيت بلاصتي طفيت الضو بقيت شحال وانا هزه التليفون تقريبا ما تغديت حتى لديك الربعه بحال هكاك ما كانش عندي نهائيا الشهيه ديال الغداء. وانا بديت كنحس بالجوع فخديت من كلوفو حيت تشهيت الماكله الزنقه. سمحي ليا انا تشهيت الماكله الزنقه خصني ناكل ماكله الزنقه. صافي من بعد صنع لي ليفغور كنقول لي فين كاينه الدار وداكشي وجاتني الماكله حطيتها يا اختي هنا وقصيت لك الطاكوس واحد السلطه البنات فيها الخضيره وداكشي. المهم انا هادشي اللي تشهيت وهادشي اللي جاني يعني كانتي بغيت وكليت. وخديت البنات معاهم حتى واحد العصير ديال لافوكا وبقيت كنتفرج في هاد المسلسل هذا ديال ستيليت وليت متبعه حاليا وصلت للحلقه 5 بحال هكاك. ايوا هنايا قلت اجي لهي الوقت علاش ما نديرش بيديكور ومانيكور وبديت بالمانيكور البنات هو الاول كنقي لي كيتوكل هكا من الدفيرات. انا بنات دابا راه محبسه الصباغه محبسه لو جيل محبسه كلشي خرج لي على ضفاري دونك وليت كنعالجهم غير بحال هكا بالتقطاع وهكا البريد الدفيراتي بردتهم بالمبرد مزيان في الجنيبات وداكشي. فهذا هو الغوتين وليت كندير البنات حاليا. كاين البنات اللي كيبغيو هكا يديروا صبيغه فهاد الوقيته هادي ديروا لكم صبيغه مع راساتكم وطلعوا المورا. ودابا عاد غندوز ندير بيديكور قبل ما كنت كندوش البنات راكم عارفين ما خصنيش نبقى في الدوش بزاف. تخرجت دابا نتهلا في رجلاتي حتى هما ونسخنهم راه مزيان. اول حاجه اللي ضروريه هي خل التفاح البنات كاينين بزاف ديال الخلطات هكا لا بغيتو ديروهم هكا رجليكم باش ترتاحوا باش يرطابوا وتحيدوا داك الجلد الميت. وبالنسبه ليا انا البنات غنشارك معكم هادشي اللي كندير رجلاتي والصراحه كنديرو دائما مره في الاسبوع باش ما يكونش عندي داك الجلد هكا بزاف. من مورا ما غنحك رجلاتي غادي نستعمل هذا المقشر هذا ديال اريان بيوتي راه حتى هو راه منين تا كنشاركو معكم. هاد البنات راه من الاساسيات اللي عندي لا في الدوش لا في البيديكور زوين بزاف بزاف. وخديت هنا الحكاكه ديالي كتبرد ليا قلبي. كاين الحكاكات اللي كيدوا لينا في الصالون ولكن هادوك خاصهم شي حد لي بروفيسيونيل. بالنسبه لي انا كنرتاح في هادي. من بعد دابا غنحط هنا رجليا باش يطابو. غادي تسالوا شنو حاطه في داك البانيو دونك حاطه حامضه مقطعاها وعندي البابونج عندي الخزامه وعندي البيكربونات وعندي خل التفاح. الا كان عندكم حتى الربط حتى هو ديروه. غادي تخليو البنات تقريبا رجليكم واحد 20 دقيقه بحال هكاك. الصراحه راه زوينه البنات ملي تكون فيكم الدوره تديروا بحال هكا هذا الروتين كترخيو رجلاتكم وفريمون تيسخن لكم حتى رجليكم. الناس اللي عندهم البروده بحالي راه افيكاس يسخن لكم رجليكم. ودابا هنا غادي نبدا نحك رجليا وغادي نبقى البنات شحال حتى نحس صافي بلي رجليا رطبين وزوينين وفيهم واحد النعومه. ديك الساعه صافي غادي تحبسوا. واخا الصراحه البنات انا ملي كنحك رجلي راه ماشي بحال ملي كنمشي للصالون وكندير واحد سبا عرفتوا على راحه البنات راه ما نعاود لكمش. ولكن حتى دابا في الدار راكم عارفين في هذه السيمانه هذه كتكون عندنا فيها غير الملل عندنا ما يدا اللهم حنا نعتنيو براسنا براسنا يعني بلا ما يعتني بنا شي حد. هنا غادي ناخذ القماش هذا اللي قلت لكم اريان بيوتي. هذا البنات خاطر لكن البنات عندكم الصالونات كديروا هادشي ديال سبا ولا كنتو كتبغيو تعتنيو بلوكور ديالكم بحال هكا غير بوحدكم كوميو هكا اللحم ديالكم راه زوين. هذا القماش نخليه لكم في لاباغ دانفو حتى هو غادي ينفعكم كيخلي واحد لابغيون زوينه. كما شفتوا الريزلت دابا ديال جيلاتي كيفاش ولاو لي رطبين وفيهم واحد الحموريه حتى القماش ديال العكر الفاسي. هذا البنات طيروا به راه غنخليه لكم كما قلت لكم في صندوق الوصف. غادي تلقاو فيه واحد الاثمنه خياليه دابا حاليا. وبيان سيغ راه ما غاديش ننسى الترطيب. احسن مرطب ديال الرجلين هي فازلين. احسن 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 مرطب فازلين. داكشي ديال لي كريم انا بعدا ما تعجبنيش فازلين هي اللي كتعجبني وكتخلي لي رجلي مرطبه خصوصا من بعد ما كدوز واحد الساعتين وديك الدهنه كتمشي كتبقى واحد الرطوبه زوينه ديال لي بيبي. نصحكم البنات غير بفازلين وكتبقى ثاني كل وحده وشنو المفضلات ديالها في الكريمات وهادشي. ندوز البنات واحد الماساج هكا خفيف وغادي نلبسوا التقشرات ونديروا هكا البانطوفه حتى هي اللي شاركت معكم. عرفتوا شحال كيوت راه ممكن شفت واحد الكياته. انا دابا كنحس براسي ناشطة المورال ديالي طالع. علاش؟ حيت عتانيت براسي ولبست بيجاما زوينه ودرت روتين خطير. دابا البنات قلت علاش لا ما نشاركش معكم شي بيجامات ديالي بما انكم كتسولوني بزاف وكنشارك معكم هاد البيجامات السخيخنين اللي ممكن تلبسهم هكا ملي تكون فيكم الدوره الشهريه ولا هكا البرد بصفه عامه. غنشارك معكم غير شي وحدينات بحال هكا كما شفتوا هادي فهاد اللوين هذا ديال الانوثه. هادو البنات راه سخيخنين بزاف وكيكونوا مبطنين من الداخل. دائما البيجامات كناخذهم في اكس لارج ما كناخذهمش لا في لارج لا في ميديوم كنبغي شي حاجه عريضه. وعندي هاد البيجامه هادي ضروري خاصها تكون عندكم شي بيجامه اللي كتجي طويله وسخونه باش ما يكون فيكم هكا الوجع ولا تكونوا حاسين برجليكم باردين تلبسوا هكا شي
حاجه اللي غادي تدفيكم. هذه الصراحه البنات كتنفعني بزاف، ما كنتش خديتها من المغرب، كنت خديتها من برا في بريمارك، ولكن صدقات لي زوينه البنات، الكاليتي ديالها واعره، السريويل ديالها بيان سو هكا كيجي هكا اونصومبل، ولكن كتشريهم في الرق. فهاد النوعيه البنات ديال لي بيجاما خصها تكون عندكم، راه كتباع في اي بلاصه، كتباع بيجاما طويله وسخيخه، راه هي خديتها في اكس لارج. وكنا كنوري لكم هكا في اللبسه اختي كيفاش جات، حيت كتعجبني بزاف وما كنحيدهاش في البرد. وغادي ندوزو لهاد البيجاما هادي. هادي البنات بيجاما حتى هي سخونه على شكل كيطمه. المهم غنحاول هكا ننوع لكم هكا شويه في البيجامات، ما نوريكمش نفس الستيل. اون كامل كناخذهم كما قلت لكم سخيخين نفس الثوب تقريبا، كيكونوا سخان، حيت اهم حاجه عندي في البرد هي بيجاما تدفيني، وبيان سيغ تكون مقبوطه. لكن حمل السراول اللي كيكونوا هكا ما مقبوطينش فريمون كيعنكشوني حتى في النعاس. حتى هي خديتها في اكس لارج. وهنايا عندي هاد البيجامات كتنفعني بزاف ملي كيكونوا فيا لي ريغل هادي، كما شفتوا 3 بياس كيجي معاها البينوار ديالها. هادي البنات سخيخه حتى هي، السروال ديالها قطن والتريكو قطن، فهاد النوع هذا حتى هو مهم بزاف. وعاد هنايا عندي البينوارات ديالي، هادو هما لامور. هادو البنات الا كانت فيكم جميع انواع البروده، الحل النهائي هو بينوار بحال هذا، كيكون سخون وكيكون غليظ، كتلبسوها البنات بحال لا ملويين بكاشه فريمون في البرد ولا في لي ريغل. الاساسيات ديال الحوايج ديال البرد غادي تلقاهم حتى ما فين ما مشيتو. بالنسبه لهاد جوج انا كنت خديتهم حتى هما من برا. هنا البنات لقيتوني كنبدل في الغشاء ديال الناموسيه، صراحه غير ما لقيت ما يدار وما لقيت فاش نتل في الوقت، وبغيت شي حاجه اللي نشوفها وتعجبني. فهادو البنات كنت خديتهم تقريبا شي 5 ايام هادي بحال هكاك، ويلاه كتب باش نشاركهم معكم، قلت ما حدي كنصور نشاركهم معكم حتى نتوما تقولوا لي الراي ديالكم كيفاش جاوكم. فكما شفتوا هاد الوسيده بعدا جاتني صغيره، حيت انا عندي الوسيد كبار بزاف ومنفوخين. خديتهم فهاد اللوين هذا بحالو بحال ناموسيه. في الاول البنات ما كانوش عاجبيني، ولكن نفسهم يتفرشوا كما شفتوا دابا، عطاو المنظر زوين للبيت اكثر من هادوك اللي كنت انا دايره. درت الوسيدات بالبيض والكوفر البيض ديال الغطا، الصراحه والله الا البنات عجبوني، ما كانش كيسحب لي زعما غادي يطلعوا هكا زوينين، اللوين جا زوين، وحتى البيت عطاه واحد المنظر اللي بحال هكا زوين. دابا البنات لقيتوني غادي نتعشى، وغادي نتعشى بكري بيان سور باش نسالي معكم لا فيديو. وبالنسبه للبنات العشيوه ديالي فهي البلبوله. اول حاجه نقول لكم الطريقه هكا بالزربه، كتاخذوا البصله والثومه كتشحروهم بزيت العود مزيان، من بعد كتزيدوا عليهم الماء، ومنين كيغلي الماء مزيان كديروا البلبوله وزريعه الكتان والزنجلان وحب الرشاد والسانوج والزعتر والخرقوم. منين كطيب كتطفوا عليها وكتزيدوا عليها شويه زيت العود، فسهله بزاف وصحيه البنات بزاف. حتى المذاق ديالها البنات زوين وغادي يعجبكم خصوصا في هذه الوقيته. حتى هي البنات راها زعما عشيوه خفيفه وزوينه. وهنا كما شفتوا دات معها جوج بيضات مسلوقين اختي، والاجواء ديال الشموع وداك الشيء، خلقوا هكا شويه الاجواء الرومانسيه لراسنا. فتوانا البنات الصراحه في الوقيته ديال لي غير كيوليو يجوني شي هبالات وشي اعصاب وشي تصرفات، يختو تنوي قلب على الصداع، يقولوا لي واش نتوما كيوقع لكم بحالي، راه صافي كيجيني الهبال. بصراحة اليوم دوزت معكم نهار زوين، شاركت معكم كيفاش دوزت نهاري، عطيتكم شويه ديال الطاقه الايجابيه، كنتمنى تكونوا يعني نتوما خديتوهم عندي في هذا الفيديو. ودابا جيت للبليصه ديالي وخديت لو ماسك ديالي هذا اللي كندير في كونتور دي زيو ديال مينيسو. صراحه هاد لي ماسك ديال مينيسو زوينين، غير هما غير تيبردوا لكم لابو ديالكم وداكشي، ماشي شي غازول ولا شي حاجه. دونك درت هاد الماسك هذا في كونتور دي زيو، يبرد ليه كم تحت عينيا كما شفتوا نهار كامل وانا تنصور معكم، حتى لا فاتيك ديال لي غيغل. وهنا غادي نشرب واحد اللويزه، ما غاديش نشرب كاع لي كالمون في الايام الاخرى نهائيا، واخا كيجيني الوجع. اللويزه البنات زوينه وكتهدئ الاعصاب وكترخي. وهذا ما كان كويدات في الفيديو ديالنا ديال اليوم وفي لا روتين ديالنا. تلقاو فيديو جديد، وكنبغيكم بزاف وكرو بيزو ليكم كاملين.